خلينا نبدأ بقى مع حضراتكم كلامنا، وهنتكلم عن ملف في غاية الأهمية، وده اللي كان بشأنه أو بخصوصه كان فيه امبارح تعليق على اجتماع بقى كابتن محمود الخطيب اللي كان أول أمس تحديدا، واللي كان جمع بين مارسيل كولر طبعا والمساعد بتاعه كابتن خالد بيبو، و نتكلم كمان من قطاع الناشئين كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب. واجتماع كان مهم جدا، لان انت زي ما قلت قبل كده كريم وزي ما انا اتكلمت كتير جدا، احنا قلنا الملف بتاع الناشئين اللي بيخص بيه قطاع الناشئين، وفكره هنا الرؤيه كمان اللي عند النادي الاهلي واللي عند كابتن محمود الخطيب عشان تحافظ على التواصل المستمر بين هنا القطاع وبين كمان الدرجه الاولى، مهم جدا يكون في متابعه، يكون في تطوير بيحصل على الارض، ويكون في تنسيق كامل كمان بشان الامور الفنية، والاستعانة كمان ببعض العناصر المميزة من هذا القطاع عشان يضموه للفريق عندنا في النادي الأهلي. وده اللي حصل على مدار تاريخ وسنوات طويلة جدا وأجيال كتيرة جدا كانت في ناشئين النادي الأهلي ولمعت بعد كده مع النادي الأهلي، وحتى لما المسيرة بتاعتها الرياضية والكروية بتنتهي بتنضم بعد كده والعطاء بيستمر سواء على ناحية التدريب أو يعني الإدارة، فعطاء زي ما بتقال لا ينتهي، وكلها حاجات مهمة جدا عشان انت كمان خلينا نقول تتيح الفرصة للكوادر الجديدة ان هي تشارك وكمان يبقى عندها فرصة تثبت نفسها. طبعا الموضوع بيكون صعب دلوقتي مع التطوير الموجود ومع رأس المال وغيره، لكن بيبقى برضو في أسس كده، يجي دايما أي نادي كبير يجي يقولك أنا برضو لازم أهتم بهذا القطاع عندي. في أندية كتيرة جدا أوروبية، ويمكن ريال مدريد من أكبر الأندية ومن أكتر الأندية اللي قطاع الناشئين عندهم بيصدر لعيبة للفريق الأول، بيبقوا حريصين جدا إن هم يهتموا بهذا القطاع، وكمان عندك أرسنال، يعني أندية كتيرة جدا على مستوى العالم بتهتم بهذا الامر. دي دايما هتلاقي الانديه الكبرى، فالانديه الكبرى دايما بتبقى اوكي راس المال دلوقتي لعامل كبير جدا على الكوره وعلى الرياضه العالميه في العموم، لكن انت برضو ما زلت متمسك بالقيم والتقييم عندك لبعض العناصر الموجوده في القطاع عشان يتم الاستعانه بيهم بعد كده. وده اللي حصل فعلا في معسكر الامارات الاخير اللي احنا شفناه، واتكلم كولر وقتها بايجابيه كانت كبيره جدا عن امكانياتهم الفنيه وامكانياتهم البدنيه وقدراتهم في المستقبل على الانضمام بالفريق الاول عند الاستمرار. طبعا بنتكلم على المجهود والجهد اللي هم بيكتسبوه والخبرات طبعا اللازمه. فالاجتماع ده كان مهم جدا، واتكلم كمان كابتن بدر رجب، خليني اقول لحضراتكم عن وجود عناصر عندنا مميزه جدا في فرق القطاع المختلفه، كلها الى حد ما بتبشر بمستقبل يعني طيب، واعتقد ده المهم ان انت تشتغل على ده مهما كان بقى راس المال. زي ما احنا عارفين بيتحكم في كل شيء بقى دلوقتي، الواحد مش هيقول الحقيقه بيتحكم في الكوره او في الرياضه فقط، لا بيتحكم في كل شيء. فمع ده انت لازم تعمل بالانس، لازم تعمل توازن ما بين ان انا برضو بشتغل على راس المال، بس انا عندي الكوادر اللي ممكن في يوم من الايام على فكره تنتصر على راس المال، لان مش راس المال بس هو المعيار الوحيد للنجاح برضه، خلينا يعني نبقى نقول حتى وان كان هو المهيمن حاليا يعني. الحقيقه الملف ده من الملفات اللي طول عمر النادي الاهلي على اختلاف مجالس اداراته المتعاقبه دايما في اهتمام ملحوظ بقطاع الناشئين، ودي تفصيله في منتهى الاهميه، فكره ان احنا بنتعامل مع القطاع ده كما ينبغي ان نتعامل معه. احنا بنتكلم على خط يعني خط انتاج لنجوم مستقبليين بيتم ضخهم في الفريق الاول، بنستفيد منهم بشكل او باخر، بيطلعوا اعارات بيفيدوا منتخبنا في نهايه المطاف. ناهيكم بقى عن فكره الولاء والانتماء لما يكون حد من ابناء النادي، يعني يقول لك انا مثلا ابن النادي، بس ابن النادي بجد يعني عنده مشاعر حقيقيه تجاه النادي وعنده ولاء للنادي وعنده انتماء للنادي، لان المصطلح ده يعني ايه انت عارفه كان مستهلك في وقت من الاوقات ولكن في غير محله، لكن لما اتكلم على اصل ومرجعيه العباره دي لا بتفرق كتير جدا. اللي متربي فعلا في النادي من وهو طفل صغير في قطاع الناشئين وبيتصاعد، لا ده موضوع تاني خالص. وزي ما كانت نواد بتقول لحضراتكم ده برضو مش حاجه جديده، ده من قديم الازل، ياما قطاع الناشئين صدر لنا للفريق الاول لعيبه زي الفل الحقيقه، وعملت شغل زي الفل وكان ليها مشوار وبصمه زي الفل كلهم، فبنتمنى لهم ان شاء الله المزيد من النجاحات، ولا سيما يعني اللي منهم انضموا مؤخرا للفريق الاول وانضموا بالتالي لبعثه او لمعسكر النادي الاهلي في الفتره الاخيره.